الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بناتي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة وصفات نودي. النهاردة يا حلوين جيت لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة هنحل بيها كل مشاكل البشرة، تمام؟ فيديو النهاردة لمزيل التهابات البشرة وكمان الحبوب وكمان لتضييق المسام الواسعة اللي بتبقى لونها اسود وبتبقى عاملة شكل مش لطيف في الوش، تمام؟ معايا ايه؟ معايا مية ورد ومعايا نشا. ده هيبقى ماسك او قناع هتحطيه على وشك لمدة 5 دقايق وان شاء الله هيجيب معاك نتيجة فعالة جدا جدا جدا، وكمان هيزيل الالتهابات والحبوب زي حب الشباب والحبوب اللي بتطلع من الارهاق مثلا او قلة النوم والكلام ده كله، تمام؟ معايا الطبق بتاعي اللي هقدم الوصفة فيه بالشكل ده اهو. بعد كده هننزل بمعلقة النشا حلوين بالشكل ده. بعد كده هحط عليهم معلقة من مية الورد في الاول وبعد كده ادوب، لو احتاجت احط تاني، ما احتاجتش خلاص، بس ادوب بسرعة عشان النشا بتشد زي ما احنا عارفين. طبعا اغلبنا عارف ان النشا بتشد قوام، فاحنا لازم نقلب بسرعة عشان الوصفة ما تبصش، تمام؟ هتبقى بالشكل ده. طبعا انت هتعملي كمية اكبر عشان انت هتستخدميها اكتر، تمام؟ يعني مثلا انا بعمل كم قليل عشان افرجهولكم. انت لو هتعملي لوشك طبعا هتحطي معلقتين من النشا، 3 معالق او معلقتين قدهم من مية الورد، تمام؟ بس احنا الاحسن نحط قد بعض، لو احتاجت نزود، ما احتاجتش خلاص، تمام؟ ممكن تعملي كم اكبر وتحطيه في التلاجة برضو براحتك، تمام؟ بعد كده زي ما قلت في الاول هتحطي الماسك ده على وشك 5 دقايق وبعد كده تغسليه بمية دافية. بس هتحطيه ازاي؟ في الاول هتجيبي اي حاجة عندك موجودة تحطي بيها، ممكن تحطي بقطنة، ممكن تحطي بمنديل، ممكن تحطي باي حاجة. وبعد كده انا جايبة اهو مع حضراتكم منديل، تمام؟ عملت ايه؟ فتحت له هنا مكان العين وهنا مكان مناخير وهنا البق، تمام؟ بعد كده تحطي الوصفة دي الوصفة دي على الوش، تمام؟ وبعد كده هتحطي المنديل ده، تمام؟ وبعد كده هتسيبيه. طبعا المنديل هيلزق على وشك بسرعة عشان ده حاجة سائلة. بعد كده هتسيبيه 5 دقايق بعد كده تغسليه، تمام؟ الوصفة دي هتجيب معاكي نتيجة فعالة جدا 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 وهتزيل كل الحبوب وهتنهي تماما على كل مشاكل البشرة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم. لو عجبكم عايزاكم تنزلوا الفيديو ده وتحطوا له لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله، وتعملوا شير للفيديو ده عشان كل الناس تشوفه وتستفيد بيه، وكمان تنزلوا تحت في الكومنتات وتكتبوا لي رايكم عجبتكم الوصفة ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.